السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي حبيباتي، طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكن حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. وقبل أن نبدأ حبيباتي بدرس اليوم، ينبغي علينا أن نتعرف على القيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع وهي الإخلاص. ومعنى الإخلاص أن يخلص الإنسان في عمله، وذلك لوجه الله تعالى. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان سورة ياسين من الآية رقم 45 إلى الآية رقم 54، وهذه السورة للتلاوة. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف على أهداف الدرس. فالهدف الأول أن تفهم الطالبة الآيات بالتجويد من الآية رقم 45 إلى الآية رقم 54. والهدف الثاني أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة في الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
وبعد أن استمعنا حبيباتي إلى التلاوة النموذجية لسورة ياسين، هيا بنا لكي نتعرف معا على السورة الكريمة. فسورة ياسين كما تناولناها في الجزء الأول هي سورة مكية، أي أنها نزلت في مكة المكرمة، وعدد آياتها حبيباتي 83 آية. وتدور محور السورة حبيباتي بأن الله سبحانه وتعالى بيقسم بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين، وأنه دائما على طريق مستقيم. كما أن هذه الصورة بتبين معاناته هو وغيره من الرسل في ماذا حبيباتي؟ في تبليغ الرسالة والدعوة والصبر على ذلك. وتناولت أيضا حبيباتي هذه الآيات بعضا من مشاهد يوم القيامة. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على معاني مفردات سورة ياسين. ضلال مبين، أي خطأ واضح وبعد عن الحق. صيحة واحدة، أي نفخة الموت. الأجداث، أي القبور. ينسلون، أي يسرعون في الخروج.